ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ مستنياكي من بدري. ليه؟ حصلت مشكلة جديدة؟ اتخانقت مع باباكي بسببي؟ قلت له ان انا هبقى في صفك لو قررتي تعملي تحليل الدي ان ايه. بجد؟ عايزاكي تبقي متأكدة ان في الحالتين انتي بنتي. بس انا مش عايزة اتسبب في مشكلة تانية ليكي. شوفي، مهم تلاقي نفسك. ايه يا مليكة؟ نايم؟ لا صاحي، في حاجة؟ أنا قررت أعمل تحليل DNA.